وبعدين نخسر في المقابل كثير من الأموال اللي بنطالب استردادها. يعني مثلا في بريطانيا ممنوع تصوير المحاكمات، ممنوع. في أمريكا في كاميرات بتدخل تصور المحاكمات في بعض المحاكمات، وبعض المحاكمات لأ، لكن في بريطانيا ده موضوع غير مقبول يعني. وبالتالي هل مثلا لو كان لينا وصول في بريطانيا، ده قد يعتد به لفكرة ان المحاكمات على الهواء مباشرة يعتد به كقارينة من دفاع المتهمين ان ده ضد حقوق الانسان وهذه ليست محاكمات عادلة لانها قد تضغط على القاضي؟ دي اسئلة الحقيقة عايزين نوجهها للمتخصصين، نعرف منهم هل علنية المحاكمات دي، بلاش علنية المحاكمات لكي اكون دقيقة، هل بث المباشر للمحاكمات قد يؤثر على مصالح مصر في المستقبل، على استقلال القضاء؟ الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والمحامي بالنقد، مساء الخير يا دكتور. دكتور شوقي، مش سامعني الدكتور شوقي. طيب مين معانا؟ طيب الأستاذ ناصر أمين. ألو، مساء الخير دكتور. أيوه ألو، أيوه مين؟ دكتور شوقي؟ مين معانا؟ ناصر. استاذ ناصر مساء الخير، انا اسفه بس المكالمات دخلت على بعض. استاذ ناصر امين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه. استاذ ناصر، فكره البث المباشر للمحاكمات، هل هي تؤثر على استقلال القضاء، تؤثر على الشهود، تؤثر على القاضي ولا لا؟ لا، هو في الحقيقة يعني فكرة البث المباشر للمحاكمات هو إجراء ضمن إجراءات العلنية، ولكنها به تزايد أكثر. وإذا كانت الأمور أو الدولة في حالة استقرار كامل والجهاز القضائي يعمل في حالة استقرار كامل، فما بيحبس في بعض الدول نقل المحاكمات على شاشات التلفزيون، ولكن نقل المحاكمات على شاشات التلفزيون هو أحد الإجراءات الضرورية للدول التي تمر بمراحل انتقالية. الضرورية ليه يا فندم؟ الضرورية لأن هناك حالة من حالات الصراع في المجتمع، حالة من حالات عدم الثقة ما بين الشعب والنظام والسلطة والجهات الحاكمة بعد الثورات، كلها أمور بتأتي بعد الثورات مباشرة. فبيبقى نقل المحاكمات كجزء من المراحل الانتقالية أو من العدالة الانتقالية بيبقى مهم جدا لأكثر من سبب. السبب الأول هو أنه يقلل من حجم التكهن بأن هناك حالة من حالات المؤامرة، أو أنك أمر يدبر بليل، أو أن هناك محاكمة تجري على غير الحقيقة، أو تجري بشكل غير منتظم داخل هذه القاعات، وبالتالي هذا يزيد من احتقان المواطنين خارج قاعات المحاكم. الأمر الثاني أن الإعلان أو العلنية أو نقل المحاكمات هو في حقيقة الأمر ضمانة لكل الأطراف المحاكمة، وأول من يستفيد من هذه الضمانة هو المتهم، لأنه بهذا النقل المباشر هو يضمن أنه لا يمكن أن تنفرد به المحكمة إذا كانت هذه المحكمة غير محايدة، وبالتالي تنقل وقائع المحاكمات بالكامل، وبالتالي يصعب على المحكمة أن تنفرد بالمتهم إذا كانت هناك شكوك في حياد هذه المحكمة. طيب، وبالتالي المستفيد الأول هو المتهم. المستفيد الثاني من الموضوع هو المحكمة، لأنها بتسقط بعد هذا الإجراء أي ادعاءات بأن المحكمة منحازة أو متطرفة أو أنها تريد أن تقضي على نحو معين. وأيضا المستفيد الثالث من الموضوع هو الدفاع، لأن شعور القاضي بأن محاكمته مرئية وأن كل وقائع المحاكمة مرئية على العامة يعطي للدفاع حقه أكثر، يقلل من قدرة القاضي على أنه قد يقلل أو لا يوزن ما بين حقوق الدفاع وحقوق المدعين بالحق. طيب خليك معايا أستاذ ناصر. معي الآن دكتور شوقي السيد أستاذ القانون والمحامي بالنقد. دكتور شوقي، تتفق مع هذه الرؤية أم أنك ترى؟ أستاذ رميس، أنا طبعا بحييك للتفرقة الدقيقة بين العلنية والبث. أشكرك يا دكتور. العلنية طبعا مبدأ دستوري، علنية المحاكمات، والقاضي هو الذي يحدد سرية الجلسات أو علنيتها، والاعتبارات خاصة بالأداب العام والنظام العام.
وبالتالي حتى في هذه الحاله يبقى الجلسه لابد ان تكون جلسه الحكم لابد ان تكون علنيه. نعم. طيب البث بقى هي المشكله في البث، البث يعني في حاجه حتى يكون البث ليس له اي تاثير على مجريات العداله وعلى الشهود وعلى التاثير على الراي العام وعلى امتهان العداله، لابد ان يكون هذا البث يعني يرتبط بتقنيات مهنيه عاليه، وان يكون من ينقل هذه المحاكمات لابد ان يكون على درايه كامله بانه كانه بالضبط على نيه الجلسات، يعني لا يمكن ان يقتطع مشهد ويذيع مشهد، لا يمكن ان يعلق، لا يمكن ان يوصل المتهم بشكل فيه ازدراء للمجتمع لانه ما زال المتهم على قرينه البراءه. نعم. الى ان تنتهي محاكمته محاكمه قانونيه عادله، واقول تحت عادله 100 خط. مزبوط. ولهذا انا الو سامعك يا فندم. ولهذا انا طبعا احيي الدائره جدا ان هي يعني رفضت ان تبث الشهود. ليه بقى يا فندم؟ شهاده الشهود في مناقشه الشهود يمكن تاثيرها على الشاهد، ده بالعكس بيبقى في شاهد في الجلسه ويطلع الشهود الاخرين بره الجلسه عشان ما يسمع الشاهد ماذا قال. ولهذا البث المباشر عليه يعني تحفظات كثيره جدا. ليه؟ للنقطة الهامة اللي سيادتك بتقوليها الآن، إنه يمكن أن يؤثر على عدم مشروعية المحاكمات والتأثير على قيمة الأحكام في تحديدا في استرداد الأموال عندما يقيم هذا الحكم في الخلجية التي يعني تلتزم به وترد الأموال. طيب خليك في فكرة البث دي لابد أن يكون يعني عليها تحفظات شديدة. طيب. وعليها يعني نقاط قانونية مهمة جدا، وإلا هتجيب نتيجة عكسية. طب خليك معايا دكتور شوقي. أستاذ ناصر، سمعت رأي الدكتور شوقي من وجود تحفظات على قضية البث بالذات بالنسبة لقضية استرداد الأموال، رأيك إيه؟ يعني هو أنا يعني دكتور شوقي طبعا هو أستاذ عظيم ومحامي قدير، لكن دعيني أستاذ لميس من فضلك أن أختلف مع دكتور شوقي، لأن الأمر مختلف تماما. ما يقوله الدكتور شوقي هو صحيح 100%، ولكن ذلك في إطار المحاكمات العادية جدا التي تحدث في نظم قضائية مستقرة تماما وفي بلدان ونظم مستقرة تماما. وهنا يكون النقل المباشر بين وقاع المحاكمات هو من قبيل التزايد غير المطلوب. لكن فيما يتعلق بالجرائم الضخمة التي تعقب الثورات والتحقيقات التي تعقب الثورات، هذه المحاكمات يكون لها وضع استثنائي ووضع مختلف تماما، له علاقة بالمراحل الانتقالية. لأننا مثلا على سبيل المثال ما يؤثر على القاضي وعلى استقلاله وأيضا على قدرته على اتخاذ القرار السليم هو وجود هرج ومرج وهياج ومظاهرات خارج قاعة المحكمة لعدم معرفة الناس بما يحدث بالداخل. هذا أمر يخيف القاضي بدرجة كبيرة جدا وقد يؤثر على سلامة قراره. أما بس المحاكمات هو يبعث حالة من الطمأنينة والاستقرار لدى جموع المواطنين المتابعين لهذه القضايا، وخاصة المواطنين الذين تضرروا من هذه الجرائم أو هذه المخالفات، فيشعر القاضي بهدوء أكثر وبالتالي يستطيع أن يجري المحاكمة على نحو جيد. الأمر الثاني وهذا هو الأهم، أن قواعد القضاء الجنائي الدولي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي والتي تحاكم على الجرائم الكبيرة في العالم، وهي أبلغ وأخطر وأهم نموذج لمحكمة جنائية دولية أنشئت وفقا للمعايير القصوى الدولية لاحترام حقوق الضحايا وحقوق المتهمين وحق الدفاع. هذه المحاكمات تستطيع أي مواطن أن يدخل على شبكة الإنترنت ويستطيع مباشرة أن ينفذ إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية ويطلع مباشرة على إجراءات المحاكمات. طيب. التي تتم في ذات التوقيت. دكتور شوقي، هل أنت شايف أن إحنا عندنا هذه التقنيات؟ هي دي المشكلة. المشكلة أنه أنا طبعا البث لابد أن يكون امتدادا طبيعيا لعلانية الجلسة. إذا اختل البث في أي لحظة من اللحظات وأصبح هذا البث مجتزأ أو موجه ووصلنا إلى مرحلة أنه ضد العدالة وفي صالح فلان ضد فلان وفي تأثير على الرأي العام بطريقة غير مباشرة، هنا البث طيب. سيأتي بنتيجة عكسية. ممكن يستخدم ده علينا أن نتخيل أن البث ما لم يكن امتنانا طبيعيا وضروريا لعلانية الجلسات اللي هي تعني
تصوير المحاكمات تصويرا دقيقا محايدا بغير تحيز لاحد وكاملا. انا لا اتصور البث مثلا يقعد سبع ساعات اللي هي طول الجلسه بتاعت المحكمه، هو مش هيقدر يقعد والمرافعه ويستمر لعده ايام، والا يبقى احنا عاوزين قنوات متخصصه. طب مش هذا الامر بغير ابتزاز. طب فساعتها هيعمل ايه؟ ما هو لازم في حاجه الى اعتذر. اعتقد انه ان مجلس القضاء الاعلى لما خد القرار بيتكلم على القرار ان ده كانه امتداد لعلانيه الجلسات وكانها شاشات تنقل ما يدور في الجلسه في الخارج لمن لا يستطيع ان يحضر قاعه المحكمه. فاحنا هنا بنقول المشاهده في الخارج فاحنا هنا بنقول انها ممكن تكون شاشات بس مش ضروري البث مباشر على التلفزيون، لان في النهايه لازم يحصل مونتاج. القرار تحديدا على ما افهمه انه ينقل ما يدور في قاعه المحكمه خارج المحكمه لمن يستطيع ان يشاهد، والذي لم يستطع ان يصل الى قاعه المحكمه في الداخل. ممكن ازاي محامي المتهم ياخد ده دوليا في جمعيه حقوق الانسان ويقول ان طبعا اذا حدث اجتزاء، واذا حدث في تاثير على العداله وعلى الشهود وفي الراي العام، وبيسميه على فكره علينا ان نعود الى علي ماهر عندما كان وزيرا للحقانيه في فبراير 1931 وقال صراحه ان العلانيه وتصوير الجلسه لابد ان يكون تصويرا محايدا 100% والا تسمى جريمه امتحان العداله كما يحدث في بريطانيا. وده كان تصوير فوتوغرافي. هذا الامر بحذر شديد كما نريد ان نطبق للمجتمع، وهذا حق المجتمع وحق المتهم نفسه، ولكن علينا ان نضع المسائل في قواعدها الصحيحه حتى لا تنقلب الى العكس. اشكرك دكتور شوقي السيد استاذ القانون والمحامي بالنقد، وطبعا الاستاذ ناصر امين مدير مركز العربي لاستقلال القضاء. اذا احنا هنا بنتكلم على فكره البث المباشر على التلفزيون، لازم يحصل اديت، لازم يحصل مونتاج، مش هقدر انقل السبع ساعات. هل المونتاج ده هيكون مونتاج محايد؟ المونتير اللي قاعد بيمنتج، مع احترامنا لكل الناس اللي بتشتغل، ما هو في النهايه انا لازم اخد الشوط ده وما اخدش الشوط ده، ولازم اخد الجزء ده وما اخدش الجزء ده. هل ده اختيار وهيبقى شكله ايه؟ ما ممكن نعترض عليه، ممكن محامي المتهم يعترض، ممكن نيابه تعترض. فكره انه يعرض على شاشه تختلف عن فكره البث المباشر على التلفزيون، وده اللي بيقوله الدكتور شوقي سيد. لكن استاذ ناصر امين اكد طبعا ان ده مهم في هذه الفترات الحرجه حيث تضيع الثقه، ومهم جدا بالنسبه للقاضي وبالنسبه للمتهمين، ويمكن يفيد المتهم اكتر ما يفيد النيابه. ده كان على علنيه المحاكمات.